السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. اركب معنا الصدق. إنك إن تصدق الله اصدق، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ميلاد الإرادة. لا تقل لشيء ما أقدرش، ولا تقول ما ينفعش. شوف علامة الصدق سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إيه هو ملة إبراهيم؟ قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. هي دي لما أقول لك تبت، اللي يقعد يقول لك أتوب من إيه؟ أتوب إزاي؟ يا عم توب، بس يرى من ربك، يرى ربك من قلبك إرادة التوبة. بس هي دي ميلاد الإرادة. سيدنا النبي صلى عليه، لما غطه جبريل غطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله أقرأ. قال ماذا أقرأ؟ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فانطلقت وكأنها نكشت على قلبي. انطلق يا أخي، انت ليه متكتف؟ قالوا ايه؟ ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تلعن القيد، مالك ومال القيد؟ سيب القيد ده في حاله، قول يا ربي فكك. مش انت مش حاسس انك متكتف متكلبش؟ ربنا كتفك ليه؟ قال له انا لا استطيع قيام الليل. قال انت مكبل، كبلتك ذنوبك، كبلتك خطاياك. اللهم تب علينا يا رب. بقيت كلام الرافع على فكرة قبل ما انسى، ها بيقول ايه؟ وترد الشيء من وهمه الى اصله. إن خلاص العربية دي ترتد إلى أصلها، أنها ملهاش 60 لازمة. بيقول لي هغير عربية وتغيرها. طب إن هين توصل إلى الجنة أسرع. هي دي اللي هي أي الأمرين أحب إلى الله. هي دي. بيكمل مصطفى صادق الرافعي بيقول إيه؟ وهؤلاء يجعل الله عز وجل فيهم التقوى إصابة كإصابة المرض. قال ولا تصلح أمة للقوة إلا أن يعديها هؤلاء بقوتهم العجيبة. ولا تصلح أمة للقوة إلا إيه؟ أن يعديها هؤلاء بقوتهم العجيبة، اللي هي إن ربنا بيخلقهم ليثبت بهم أن غير المستطاع فيهم قوة. القوة دي لازم حد يعديك، يعني تقرب من حد قوي من الصالحين دول يعطس وشك فيعديك بقوته فتصبح قوية. هي دي اللي احنا بنتكلم عنها بقى النهاردة، إن ولادنا للأسف أكثرهم ما شافش بطل. كل اللي بيسمع عنه بطل التمثيلية، بطل المسلسل، بطل الفيلم،
بطل الدوري، بطل الكاس، بطل ال ما شافش، ها بطل حقيقي، دول كل دول ابطال من ورق، ما شافش بطل حقيقي علشان يبقى بطل. بقت احلام اولادنا هي دي، ان هو لعيب الكره النهارده بكام، والنهارده المؤمن التقي بكام. هي دي بقى الفكر، الفكر تحول كده، تحول كده، بقى مين الاشهر ومين الاغنى اللي معاه فلوس اكتر، ومين اللي مرتاح ومبسوط وهايص. دي الصورة اللي اترسمت، عشان كده قتلت الإرادة في أولادنا، قتلت الإرادة. إذا أردنا بداية الإرادة، ميلاد الإرادة، فلا بد أن يخلق الله فيه القوة. وإنما لما يشوف أبوه قوي، لما يشوف أمه قوية، اما يشوف شيخه او استاذه قوي، مش بيجري ورا الرخص وما يرضي اهواء الناس. القوة في دين الله. نتكلم بقى في كتابنا عجائب القلوب، يسر الله تماما يا رب. على التمييز بين الخواطر، فبنتكلم عن ان اعلى الخواطر التحديث. لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن منهم أحد فعمر. كيف نال عمر درجة التحديث؟ كيف نال عمر درجة التحديث؟ القوة في دين الله. الرسول قال كده في خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. قوة في دين الله دي، قال يا رسول الله حجب نساءك فإنك يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. في أسرى بدر، قال خذ ابن عمك وأعطي أبو بكر ابنه وأعطني أخي، فنزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قوة سيدنا عمر دي هي اللي صنعت منه محدث. اللي عايز يبقى محدث يأخذ من قوة عمر. هي دي بقى اللي أنا بقول لك النهاردة، محتاج أنت تلاقي سيدنا عمر يعديك بقوته العجيبة، يعديك بقوته العجيبة. سيدنا عمر رضي الله عنه، الشاهد ده ميلاد الإرادة. لما ربنا جل جلاله اختار سيدنا النبي ولدت له الإرادة. حين يهتز قلبك بعمق ويشع من داخله نور، ترى به هدفا عظيما يحتاج لطاقة إرادة عظيمة، يحتاج لطاقة إرادة عظيمة لكي تستطيع أن تحقق ذلك الهدف. لك أن تتصور أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقف وحده، وحده فعلا، شطب لي على فعلا، وقف وحده، وحده فعلا، ليقول للعالم كله أنا رسول الله. كم مين معاه؟ ولا حد. مين يصدق إن حد يقدر يقف أمام العالم أجمع يقول لهم أنا رسول الله؟ النهاردة آلاف الملايين بيقولوا محمد رسول الله من خلال عمله في 23 سنة فقط صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم.
إن مجرد تصور هذا، مجرد تصوره فقط مستحيل، لكن تحقق هذا المستحيل بثبات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، انطلاق الإرادة. إذا ولدت الإرادة فإنها لا تدع الإنسان يستريح، بل يتعب ويستمتع بهذا التعب. قلنا إيه اسمها؟ إيه؟ استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. زي بقول لك الراجل اللي وقف عشان يختم القرآن، وقف على رجله 7 ساعات، واقف في ركعة واحدة، وقف على رجله 7 ساعات، تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان، تعبان جدا، ولكن تعب جميل، لذة، استمتع. قلت لكم قبل كده، شوف لعيب الكورة اللي بيفضل يجري 45 دقيقة رايح جاي ويجري ويتنطط ويعمل. لا ده انت لو شفتهم في التدريب بيتعمل فيهم اكتر من كده في التدريبات. قلت ايه؟ ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قلت لكم شوفوا طالب الثانوية العامة اللي بيذاكر 20 ساعة في اليوم عشان يحصل على الثانوية العامة، وانت مش عارف تقعد على المصحف 5 ساعات في اليوم. اسف 5 ساعات دي، لا 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 اوعى تقعد 5 ساعات، ده الكلام ده للعرض فقط. ساعتين بس، اقعد على المصحف ساعتين ساعتين ساعتين، ان تصبرك نفسك ان تمسك المصحف وتجلس تقرا فيه ساعتين متواصل، ما تسرحش ولا تلتفت ولا تبص في التليفون. هي دي بقى انطلاق الإرادة. السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة خديجة دي يعني قمة من القمم التي لا تطال ولا تنال، رضي الله عنها. السيدة خديجة، السيدة خديجة رضي الله عنها، وده يخليك كل ما تشوف نسوان اليومين دول رضي الله عن أمنا خديجة، رضي الله عن أمي خديجة، اللهم ارضى عن أمي خديجة. قالت له ألا تنام يا رسول الله؟ قال مضى عهد النوم يا خديجة. اتولدت إرادة خلاص، نوم إيه؟ عشان كده لما اتولدت الإرادة، يا أيها المدثر أنت متكلفت، يا أيها المدثر قم قم، قم اقف تحرك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أوامر أوامر، قم أنذر كبر طهر، أوامر. هي دي اللي تولد له إرادة بقى، بيبقى عارفين الراجل اللي كان عايز الملك لما ما كانش بينام، أبو مسلم الخولاني لما كان نفسه يبقى أمير يبقى خليفة يبقى والي كبير ما كانش بينام، مش جاي. قالوا ما لك لا تنام؟ قال ذهن صاف وهم بعيد ثم عيش كعيش الهمج الرعاح. أنا نام إزاي بس دماغي؟ هو ده اللي ولدت له إرادة ينام ازاي؟ سبحان الله العظيم. دايما اهزر مع اولادي لما ام عمر بن المنكدر بتقول له يا بني اني اشتهي ان اراك نائما، قلت لهم وبعض اولادي امه بتقول له اني اشتهي ان اراك مستيقظا. ناس النهارده بقت بتعشق النوم، بقى النوم ده عندهم متعة. الناس اللي عندهم همة عالية وإرادة قوية ما بيحبش النوم، ما يعرفش ينام، لأن النوم أخو الموت، النوم خمول، النوم كسل. نوم إيه؟ ما اللذة في النوم؟ ما هي اللذة في النوم؟ إنما الإنسان يبغي راحة من تعب،
بس ارتاح وقوم. لكن تنام، ما لذة النوم؟ ما هي اللذة في النوم؟ لذلك إذا ولدت الإرادة فلا بد من انطلاق. هيا اركب معنا، تعال لنختم القرآن، تعال اركب معنا لكي نستغفر في اليوم 100,000 مرة، اركب معنا لكي نصلي في اليوم 500 ركعة، اركب معنا، تعال هيا انطلق. هو ده انك تشتغل انطلاق الإرادة. فالذي ولدت له إرادة عظيمة ينطلق انطلاقا عظيما لا يهدأ ولا يسكن. ولك أن تتعجب من غلام أصحاب الأخدود، فبعد أن قال له الراهب أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، ابتلي فعلا. غلام أصحاب الأخدود، غلام يعني ولد من بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ، يعني عنده 7-8-9 سنين، عنده 8-9 سنين كده ولد، والراهب يقول له أنت اليوم أفضل من الراهب ده عابد ربنا 10 سنين، ويقول للغلام أنت اليوم أفضل مني. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، مش ببلاش. عشان كده لما كلمك بقى في علاج إدمان الفشل، لازم تعرف أنك إذا صدقت هتمتحن، هتبتلى، هتختبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحانات عشان امتحان الصدق. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال له فما بال الكاذبين من أمثالنا؟ إذا كان هيسأل الصادقين، هم الكذابين هيعملوا إيه؟ شاهد إن الغلام يجي معنا الحلقة الجاية، إيه رأيكم؟ استناني، تعالى لي الحلقة الجاية، يلا بسرعة نروح الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.